مشاهدي الكرام، طابت أوقاتكم حيثما كنتم. في الحلقة السابقة من حوارنا مع الأستاذ عبد الجبار محسن استعرضنا صفحات الحرب العراقية الإيرانية، وانتهينا عند صفحة الفو وكيف نجح الإيرانيون في احتلالها، ثم نجح الجيش العراقي في استعادتها. ومع استعادة الفاو وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها في آب 1988، وفي 88 كتب بيان البيانات ليضع نهاية لآخر بيان عسكري كتب في هذه الحرب. إذن لنستأنف حوارنا مع الأستاذ عبد الجبار محسن لنسيحة في الفترة اللاحقة للحرب. مرحبا بك أستاذ عبد الجبار. بيان البيانات هو خاتمة المطاف في الحرب العراقية الإيرانية. بعد الحرب كان العراقيون يتوقعون أن يستقر العراق وأن ينتعش بعد حرب ضروس دفع العراقيون ثمنها أنهرا من الدم. وبعيد الحرب جرى الحديث عن إصدار دستور دائم للعراق، واجتمعت القيادة برئاسة صدام حسين لتناقش التعددية الحزبية وتناقش إمكانية إنعاش حياة سياسية جيدة في العراق. فهل كان العراق أو كان صدام حسين باعتقادك وأنت قريب منه في ذلك الوقت كان جادا في إقرار دستور دائم وفي السماح للأحزاب بالعمل؟ بالإمكان أي حكومة أن تضع دستور دائم، ولكن كيف يوضع هذا الدستور، ما هي محتويات هذا الدستور، تلك قضية أخرى. الدستور الذي يكفل حرية المواطن دون قيد أو شرط إلا بعض الشروط المعروفة المتفق عليها إنسانيا الآن، بمعنى من المعاني هو يتيح للسلطة التحكم ولا يستطيع ولا يتيح للشعب حرية القرار. لا، نتحدث عن في واقع الأمر لم يكن الحزب البعث مهيئا لأن يضع دستورا يتيح حكما ديمقراطيا بحق. بطبيعة الحزب هذه؟ هذا بمنهج الحزب وبطبيعته أيضا، هو حزب توتاليتاري أو شمولي بالتعبير الدقيق، لا يتعايش مع الأحزاب. لا، هو كالشيوعيين، هو مثل بعض الحركات الدينية، أما أنا الصحيح، أنا الوحيد الصحيح، أما الآخرون فجميعهم على خطأ. فأنت على سبيل المثال عندما تقرأ أي موسوعة صادرة في دولة اشتراكية من الدول الاشتراكية السابقة تجد أن جميع قادة الفكر والفلاسفة هم مثاليون برجوازيون إقطاعيون إلى آخره، وإن الماركسية اللينينية هي النظرية العلمية الوحيدة الصحيحة. هل هذا اكتشاف متأخر منك أم اعتراف متأخر؟ لا، هذا ما حدث، اعتراف متأخر، وكنا حاسين به ومعترفين به سابقا، أن حزب البعث كأي حزب توتاليتاري لا يتعايش مع أحزابه. خذ مثلا أن على رئيس الجمهورية عندما ينتخب أو يرشح مسؤول ينتخب من قبل من يرشح؟ يرشح من قبل مجلس قيادة الثورة. ما هو مجلس قيادة الثورة؟ هو جزء من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. فهل يجوز أنت لمجلس قيادة الثورة الذي هو الجزء البارز لنقول من القيادة القطرية أن يرشح شخصا ضد مرشحه، لا سيما إذا كان المرشح شخص ضد مسيم، وما هي الفرصة التي تتاح لهذا المرشح؟ ثم على الإنسان أن يؤمن بمبادئ ثورة 17 من تموز إلى آخره وأفكار حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب، أنا لا أريد أن أؤمن بأفكار حزب البعث العربي الاشتراكي، أنا لا أريد أن أكون شيوعيا ولا اشتراكيا، أريد أن أكون رأسماليا، أوليس هذا من حقي؟ أنا لا أؤمن بالوحدة العربية على سبيل المثال، وهنالك من لا يؤمن بها. طيب، هذه هي أصلا في 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 طبيعة فكر الحزب أم أنها طارئة على الحزب؟ لا، هي صدام حسين أدخلها أم هي موجودة؟ لا، هي في طبيعة كل حزب. طيب، أنت مثلا، ولكن صدام حسين للأمانة التاريخية تتشدد عليه. هكذا الأمور تسير مع كل الأحزاب التي يطلق عليها الآن توتاليتارية. متى اكتشفتم أن الحزب قد صدر؟ هذا حساب الشخص
الحزب صدر الحقيقة من ما سمي بمؤامرة عام 79، عندما نفذ حكم الإعدام في عدد من أعضاء القيادة القطرية وعدد كبير من أعضاء الفروع. هنالك ظهر أن كل من يخالف القيادة وأمين السر أو يعترض ولو بحسن نية ولو أنه لم يقصد الإساءة إلى القيادة وإلى الرئيس فإن مصيره أسر. وهذا حدث مع عدد كبير من أعضاء الذين لم يشتركوا حتى في المؤامرة أساسا، لا عبد المرتضى عبد الباقي مثل فليح حسن فليح أو فليح حسن الجاسم كثيرين غيرهم يعني. لكنك كنت تشتم كل من تشتم كل من يعارض صدام. نعم، لأن أنا لم أكن أؤمن إلا بالقائد الرمز، وقد ذكرت هذا في بداية المقابل، إلا بالقائد الضرورة. أنا لم أكن ديمقراطيا في يوم من الأيام، أما أن حزب البعث العربي الاشتراكي يؤكد في أدبياته على مبدأ الحرية ليكن، والحرية ليست حرية أن تقيم الأحزاب فقط، فمن باب أولى أن نسعى للحرية الاجتماعية أيضا، لحرية الصحافة ليكن. إذا كان الدستور الذي كتب أو أريد له أن يكتب أو كانت أو لنقل مسودة الدستور التي نوقشت كانت يعني بعيدة عن روح الدساتير؟ الدساتير تختلف باختلاف أنظمة الحكم، ليس من هنالك من دستور يقال عنه هذا هو النموذج ومن يبتعد عنه فهو على خطأ، إنما هو أؤكد لك هنا وأقر بأنه لم يكن بالدستور الذي يحترم حرية الشعب. هو دستور مفصل للقائد، مفصل للحزب، وليس مفصل الشعب. لكي يمارس الشعب من خلاله حريته. الدستور هو الوثيقة التي تحمي حرية الناس، وليس الوثيقة التي تضع قيوداً على حرية الناس. بعد الحرب العراقية الإيرانية، وبينما كان الدستور يكتب وبينما كان العراقيون يتطلعون إلى دخول العراق في مرحلة جديدة، دخل صدام الكويت، هل تعتقد أنه كان قرارا انفعاليا أم كان قرارا مبيتا؟ كان قرارا مبيتا. مبيتا؟ كان يسعى لأن يكون بطلا قوميا، وإن شئت بمصطلحه هو، وإن أردنا مصطلحات الآخرين لنقل إمبراطورا. ما هو جرب أن يكون بطل قومي في الحرب العراقية الإيرانية وانتهت الحرب العراقية الإيرانية وخرج بالنتيجة أنه منتصرا في عيون الناس، لأن إيران لم تستطع أن تدحر نظامه ولا أن تدحر العراق، وتحملت الكثير خلال تلك الحرب، وظهر الخميني ليقول أنه كان أفضل عليه أن يتجرع. ما هو مفهوم النصر عند صدام؟ مفهوم النصر هو أن يحقق ذاته، أن يظهر على الملأ بأنه قد نجح وأنه قد دحر عدوه وأنه قد حظي. لكنه ادعى النصر وهو مدحور. أين؟ في حرب 91. في حرب 91 تلك قضية أخرى. مثلا أنت سألتني عن الحرب العراقية. لا هو الآن سألتك عن مفهوم النصر. تقول عندما في الحرب 91 دخل العراق بوسائل أقل ما يقال فيها أنها تقليدية في مجابهة قوة أو بدائية مقارنة أو بدائية، مواضع حصينة نعم مبنية من الكونكريت المسلح وأمامها حقول ألغام وأسلاك شائقة وخنادق مملوءة بالنفط الكويتي تحرق عند هجوم القوات المعادية، وفي ذهن المخطط أنه عندما تهجم القوات الحليفة على القوات العراقية فإنها سوف تتكبد خسائر كبيرة، ثم يقوم العراقيون بفرق الاحتياط لشن هجمات مقابلة إلى آخره. ولكن هل يحدث هذا أن يتكرر ما حدث مع إيران في حرب تمتلك فيها الولايات المتحدة التفوق الجو الساحق؟ طيب أنتم بعد هل فكر هؤلاء القادة أنه ماذا لو ترك الأمريكان كل حفر الباطن مع الجيش العراقي وتقدموا على العراق على بغداد من عرعر مثلا أو من السلمان أو من سوريا أو من تركيا أو من أي جهة كانت؟
الدفاع في الصحراء أمر مستحيل. عندما زار منتقمري عبد الناصر، ومنتقمري معروف كان يتفقد العلمين بعد شيخوخة ليعرف أين أخطأ وأين أصاب في معاركه مع رومي، سأله عبد الناصر بماذا تنصح؟ قال لا تدافع في الصحراء. نحن أصررنا أن ندافع في الصحراء وبخطوط أمداد طويلة وبمواجهة شعب كان حاقد علينا. شعب كان حاقدا علينا يعني شعب الكويتي. لا لنتوقف عند قضية. أنت كنت في القيادة العامة للقوات المسلحة وقريب من الجيش ورأيت الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها الضباط والتي ارتكبها الجيش وما حصده العراق من الحرب العراقية الإيرانية. ألم يعد لك الوعي أو الصحوة عندما دخل صدام الكويت فتتوب لنقل عما ذهبت فيه أو تتراجع؟ أنتم جملتم أنتم معشر الإعلاميين. الحرب الأمريكية العراقية إن شئت، عاصفة الصحراء كما يسميها الأمريكان وأم المعارك كما اسمها الرئيس، هذه أقل سوءا من الحرب العراقية الإيرانية. على الأقل أنت في مواجهة جيش أمريكي، لكنكم أنتم أمريكا قوة إمبريالية. أنتم أنت أسميت الأربعة العصابة الأربعة، ولكنني أقول لك أنتم الإعلاميون صدام جملتم له طريق الكويت. حتى أنا عندما دخل الكويت ليش لم يجمل أحد لصدام طريق الكويت، ولم يعرف أحد أن صدام سيدخل الكويت، وقد عرفه البعض تخمينا. لا أقصد جملتموه من خلال خطابات الرئيس، ولا سيما في مؤتمرات القمة وفي مؤتمر رؤساء الدول الخمس إلى آخره. ولكن أن يقول شخص أنه كان يعرف بأن صدام حسين ينوي غزو الكويت فهذا لم يفعل. لا أنا لا أقول جملتم الطريق قبل الدخول، إنما جملتم الطريق بعد الدخول. يعني بعد الدخول كان هنالك أمر واقع أن القوات العراقية في الكويت، وأن الشعب العراقي في مواجهة قوة عاتية كبيرة. لكن فهل حتى مطلوب منك في ذلك الوقت أن تسهم في أن يرجع الجيش العراقي مدحورا أمام القوات الأمريكية وفيما أن يدمر العراق؟ لا ليس هذا، لكن حتى الطفل العراقي كان يدرك أن العراق مقبل على كارثة. وأنتم كنتم تقولون عندما التقى صدام بالإعلاميين وقال لهم اقفل على هدفك، كان الإعلاميون يقولون أننا سننتصر، وكانت وسائل العراق. هذه القضية لا تلم الإعلامي فيها، أكو فرق بين الإعلامي الذي ينطق بما يريد وبما يعتقد. لكنني ألوم الكاتب. لو سمحت، أكو فرق بين أجهزة الإعلام أو الإعلامي لنقول صحفيا كان أم مقدم برنامج أم باحثا أم بين أن يقول ما يعتقد أنه صحيح وما يريد قوله بالتالي، وبين أن يقال له أن هذا منهجنا وعليك التحرك في هذا الإطار. من الإعلاميين كان لا يستطيع أن يؤيد الرئيس في أن يقول له ابقى بالكويت، مع العلم أن أبسط الناس ليس الإعلاميين وحدهم كان يدرك أن البقاء في الكويت مستحيل. حدث في زمن عبد الكريم قاسم أن جاء صحفي لبناني ليقابل وزير الخارجية جواد هاشم آنذاك، وهو دبلوماسي بارع، قال له هل تستطيعون أن تحتل الكويت بدباباتكم؟ قال له نستطيع أن نحتل الكويت بالدراجات الهوائية، ولكن سني كم نستطيع أن نبقى في الكويت. فما من عراقي كان يعتقد أن بإمكان الجيش العراقي مواجهة القوة الأمريكية العاتية المهيئة أساسا لأن تتغلب على الاتحاد السوفيتي وكل الدول الاشتراكية. طيب دخل الكويت وحدث الذي حدث ووقعت الحرب وخرج العراق مدمرا من الحرب، وكان صدام قد قال عقب الانتفاضة أنه سيعطي لكل ذي حق الحق دون تمييز ودون إلى آخره، وحدثت الانتفاضة وعقد مؤتمر قطري. هل كان ذلك المؤتمر صحوة؟ هل كان وقفة؟ لم يحدث شيء جديد في ذلك المؤتمر القطري، كل ما حدث هو تبادل الاتهامات بين بعض أعضاء القيادة، بين مثلا حسين كامل أو بين المؤتمرين لأكون دقيقا في التعبير. حسين كامل هاجم طه ياسين رمضان، طه ياسين رمضان اتهم حسن راهب فرعون بأنه تخاذل وأنه جبن وأنه
لم يقم بما كان عليه أن يقوم به عندما كان مسؤولا عن الفرات الأوسط، فوجه بهجوم مقابل من قبل حسين كامل، وسمعته يقول لطه ياسر رمضان: أين كنت أنت عندما كنا نقاتل في في بابل؟ كنت تجلس في خيمة عند آثار بابل ولم تتقدم خطوة نحو المدينة. وقام الشبيب ليوجه إهانة الحقيقة إلى وزير الإعلام آنذاك، وكان عضو قيادة قطرية أيضا لطيف صيف جاسم، وقام أحدهم أيضا ليهاجم سعدون حمادي لأنه كان يزور المحافظات وهو رئيس وزراء، لأن زيارة المحافظات من قبل رئيس الوزراء ربما يشتم منها رائحة لم مؤيدين له والتآمر بالتالي على النظام. وهاجمه أيضا لأن ولده يبذر كذا مبالغ في المقامرة وتسائله. وأين صدام من هذه المقامرة؟ كان صدام حسين يجلس في خلف الصفوف ويعكس للآخرين أنه لا علاقة له بهذه الأمور، مؤتمر وحرية وليتحدث منه. ولكن بالنتيجة يعتبر المؤتمرون أن خطاب الرئيس هو وثيقة وتعتمد، ومنها يستل البيان الختامي. في سابق الأيام كان المؤتمر القطري يناقش القيادة القطرية على ضوء ما وعدت به، ما الذي أنجزته من برنامجه، ومن ثم ينتخب قيادة على أساس برنامج جديد، وبعد مناقشات حامية. ولكن في المؤتمرات الأخيرة جرت العادة أن تقال بعض الأمور الهامشية وأن يعتمد بيان الرئيس كوثيقة تاريخية وينتهي الأمر، وأن يصفق الحاضرون، وأن يأخذ كل مكافأته ويذهب إلى بيته سالما. بعد الحرب وقعت الانتفاضة وأباد الجيش العراقي هذا العدد الكبير من العراقيين، هل حدثت وقفة لهذه الانتفاضة؟ الوقفة كانت من صدام حسين نفسه، حاول أن يصلح ما كان قد حدث ويستثمر عملية الإصلاح نفسه بحشد التأييد العشائري لمكافحة بعض النشطاء في الجنوب خصوصا، وللاستعداد للحرب القادمة. وأكد في جميع خطاباته على أن ما مضى قد مضى ولا تفكرون به، نبدأ من جديد، نبدأ من جديد. وأكد في جميع خطاباته على أن يعني كان يريد أن يقول إننا لم نكن ضدكم بل إننا نعتمد عليكم. هل كان يعلم بعدد الضحايا الذين قتلوا في؟ لم يكن معليا بأن يعلم هذا الشيء، كان ما يهمه هو أن يقضى على كل شخص يعمل ضد النظام. هذا منهج، هذا كمنهج. أما العدد فهو أمر متروك للتنفيذيين، وهؤلاء أيضا لم يكونوا معنيين بالعدد. هذه هي مأساة النظم التوتاليتاري، عندما تتصور أن الفرد الواحد هو قشة فلا بد وأن يكون شعب بأكمله مجموعة نفايات. لم يكتفي صدام حسين بقمع الانتفاضة التي وقعت في الجنوب وقتل الآلاف منهم، لكن خرجت جريدة الثورة بمقالات تشكل إساءة لشريحة كبيرة أو لطائفة كبيرة من العراقيين، شتمت أهل الجنوب جميعا. سلسلة الافتتاحيات كتبت في الجريدة وكانت تحمل إساءات بالغة جارحة لأهل الجنوب، وقد قيل في حينها أن عبد الجبار نفسه هو الذي كتب هذه الافتتاحيات، لأن لسبب بسيط، إن فيها من بعض فيها من المفاهيم وبعض المفردات والمصطلحات التي لا يحسن أحد استخدامها سوى رجل جنوبي، وهذا الرجل الجنوبي هو عبد الجبار نفسه. مشهود للجنوبيين في اختيار الكلمة المناسبة. لا العادات على هذا وعاداتهم. الحقيقة أنا أروي لك ما يلي. ذات يوم كلفت أن أكتب شيء عن الأكراد،
يوضع بين أيدي القائد عن عاداتهم عن تقاليدهم عن ثقافتهم إلى آخره، يوضع بين يدي قادة الفيالق والفرق ليتصرفوا بمعرفة مع هؤلاء الناس. كلفنا أحد الأشخاص الذين يعرف الأكراد بكتابة 3 أوراق أو 4 قدمت للقيادة العامة، رفضت القيادة العامة، قالت نريد بحث مفصل. كلفنا اللجنة بإعداد البحث، لم أقرأ البحث عن في الواقع، قدم إلى القيادة العامة وإذا باستدعى إلى لجنة تحقيقية برئاسة عزة الدوري وعضوية فاضل البراك اللطيف نصيف جاسم وعلي حسن المجيد. كيف تكتبون هذا الكلام؟ هذا معناه أن هذا الكتاب وثيقة بيد أي حركة كردية تقول أن الحكومة العراقية تعترف أننا شعب منفصل ولنا الحق في الاستقلال. اعتبروا هذا الكتاب مؤامرة وانظر علي حسن المجيد ليقول لي أو ليس الأكراد أحسن من اللواتي يبعن أعراضهن ويبعن اللبن، ونفس الكلام اللي مكتوب في جريدة الثورة صدر من علي يشتم حسن المجيد يشتم الجريدة. وكان القصد أن يشتمني لأنني من سكان الجنوب. قلت له إذا كان هنالك نقص في شعبنا فهذا مسؤوليتنا لأنه إحنا نقود الشعب وإحنا نحكم الشعب، وأن هذا الكتاب عن الكرد لم يكن معدل للنشر إنما معدل للطلاع القادم، ويجب أن توضع الحقائق بين أيديهم والأكاذيب. اتضح لي أن فاضل البراك هو وراء عملية التشهير. تشهر لمن؟ بي شخصيا. بعد مسارة الحرب أنا كنت في القيادة العامة للقوات المسلحة، ظهرت مقالات الثورة. في اليوم الذي انفك فيه محسن خليل من كونه سكرتيرا صحفيا، أنا التحقت كسكرتير صحفي. في هذا اليوم صدر آخر، ما أتذكر يوم أي شهر ولا أتذكر، صدر آخر مقال، آخر حلقة من حلقات المقال، حتى أنه كان في حلقة أخرى إذ جاءني ظرف مغلق من وهذا ما يعزز القناعة بأنهم تكون فئته. لا، جاءني حامد ظرف مظروف من حامد حمادي، سألت أحد الإخوان وكان يمكن جواد ما الذي نفعله بهذا المظروف؟ قال نرسله لجريدة الثورة، هذا سلسلة المقالات اللي تظهر بالجريدة. بعد قبل ما نرسله خابر حامد حمادي قال رجع المظروف، إذا اكتفوا بهذا العدد من المقالات. والمظروف فتحته؟ لم أرى، لا لم أرى المقالات نهائيا، ولم أكن حتى أقرأها في جريدة الثورة. هذه المقالات صدرت بتوجيه أكيد من صدام حسين، أما الكاتب فقد يكون إحنا جرت العادة أنه إحنا نحرر ما يكتبه الرئيس ونصححه ونشوف صياغة عباراته. معنى هذه المقالات مجهولة الأب؟ لم أكن أنا السكرتير الصحفي ليعرف مصدرها. أنا يعني هل كان حسين أما محسن خليل؟ محسن خليل يعرف عن الجنوب هذا الذي كتب؟ هو الذي كتبها. رجل لا كتبها وفق توجيه، لأن هذه الفقرات فيها روح جنوبية. عليك هذه الفقرات اللي أحكيت لك عليها، هذه كانت مكتوبة من، كانت مقالة ضدي من قبل علي حسن المجيد. ثم كيف أكتب أنا عن سكان الجنوب؟ هذا ما أخذ عليك. أنا جنوبي. هذا ما أخذ عليك. بن الإلام شلون الدحلب ونتاف إحنا ولاد غضبان لبني؟ ما يصير يعني واحد شو يكتب ضد عمامة سواعد والبو محمد والدلفير والسودان والمنمالج؟ هذا ما أخذ عليك حتى قيل أن بني لام قد تبرأوا من عبد الجبار محسن. ما لم يتبرأوا، لم يتبرأ بنو لام مني، لأنهم يعرفون أنني لم أكتب هذه المقالة ولم تكن لي علاقة بها. أنا قلت ما علي ولاحظت هذا في الحلقات السابقة، ودائما أنا جريء في الاعتراف بالحقيقة، لا علاقة لي بهذه المقالات من قريب أو بعيد.
وكنت من المتألمين أشد الألم لأنها ظهرت. هي من بتوجيه من صدام حتما، ولا يصدر مثل هذا الشيء إلا بتوجيه من صدام، وكان منفعلا ضد ما حدث في الوسط الجنوب. يعني كيف تسمي أن يشتم رئيس دولة شعبه بهذه الطريقة؟ حدث هذا المصري فحان على شاشة التلفزيون، قال إذا قال المصري للبصري أخرج، على البصري أن يخرج. والتفت إلى طوف يسير رمضان ليسأله أوليست هذه مبادئنا، وطبعا هز طه يسير رمضان رأسه بالموافقة. حدث هذا، لكن هي ليست مسألة سنة. لكن هذه تختلف عن تلك، رغم ذلك سنتوقف عندها ونكمل هذا الحديث بعد وقفة قصيرة. مشاهدينا الكرام، حوارنا متواصل مع الأستاذ عبد الجبار المحسن، ولكن بعد وقفة قصيرة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ثانية. ها نحن نعود لنواصل حديثنا مع الأستاذ عبد الجبار محسن. مرحبا بك أستاذ جبار. المهم، المقالات كتبت وقيل حولها ما قيل، وأثارت انزعاج واصفياء العراق كله باعتباره أساءت لطائفة واسعة من العراقيين. وكتب الصحفي ورغام هاشم مقالات، مقالا جريئا ينتقد فيها المقالات، وينتقد كاتب المقالات، وينتقد المنهج الذي بنيت عليه هذه المقالات. طيب، ما الذي دفعك أن تهاجم ضرغام أو تكتب ضد ضرغام؟ إذا أنت لم تكن أولاً لم يكتب ضرغام ضد المقالات، ولم يناقش المقالات، لا ولم أرد عليه. تحدث عن حول المقالات. لا، تحدث عن المنهج. كتب صحيفة الثورة موجودة، وبإمكان أي مؤرخ أو أي باحث أن يرجع إلى الأعداد. أنا اختلفت مع ضرغام في قضية واحدة فقط، والتي طرحتها الآن وأعلنتها على الملأ من خلال كاميراتكم. كان يدعو إلى الديمقراطية وكنت ضد الديمقراطية، ولم يختلف على شيء آخر بالمرة، ولم يطرح لا أنا، وإن كان ضرغام قد طرح موضوع المقالات والمنهج الذي كتبت به، فأنا لم أقرأ هذا لضرغام. كتب عن المقالات بجريدة الثورة. أنا لم أقرأ هذا. وفسر ردك أو مقالتك فسرت على فسرت أن فسرت كيف تفسر؟ أنا لم أناقش هذا الموضوع، أنا لم أدافع عن المقالات، وأنا ضد المقالات. لكنك هاجمت ضرغام. لا لهذا السبب، ولم أهاجم ضرغام، بل اختلفت معه وسخرت من الداعي للديمقراطية، وما زلت أسخر منهم الآن، وليروا مصير الديمقراطية وما حققته في العراق الآن. لكن دفاعك عن اللاديمقراطية، دفاعك عن كما سميتها ديمقراطية القطيع أو الغوغاء أو الدهماء أو غريزة القطيع، فسرت على أنها تمجيد للقائد. من قال لك؟ أنا لست كما افترض الأخ والصديق الأستاذ حسن العلوي في لقائه الأخير في زميلتكم العربية، من أن هناك لم يكن تمجيدا للرئيس. أنا في أول حلقة من هذه قلت أنا من الذين مجدوا صدام حسين ومن الذين أحبوه كثيرا، لكن التمجيد حدود. ألم ينتهي التمجيد بعد الكوارث التي حدثت؟ انتهى التمجيد، وكفر أن تكتب شيئا من القلب وأن تكتب شيئا مصطنعا. للأسف الشديد ما كنا نأمل أن يحدث الذي حدث، وما كنا نرجو أن يحدث لبلادنا ما حدث لها، ولكن أكو هنالك أخطاء مفجعة في التاريخ تجر كوارث. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يقل للناس ما اعتقده؟ وهل كنت تقول ما تعتقد أنه صحيح في العراق؟ فليصمت، من لم يستطع يقول فليصمت. وإذا كان الصمت يفسر أنه ضدك، إنك أنت
تقف الموقف المضاد. ما هي المشكلة كانت في العراق؟ أنه ليس من يقف مع الإمام علي فهو محق ومع الآخر فهو على باطل، ومن يقف على السلف فهو أسلم، من يقف مع أي ضد فهو لكن جيدة بابل أظهرت كاركتير، رسما كاركتيريا أظهرت فيها قلمك وهو قلم عملاق، وأظهرت فيه ضرغام وهو كائن بسيط. بعد هذا الرسم الكاركتيري أخذ ضرغام إلى أجهزة الأمن وغيب. أنا ما أتذكر، ما أعتقد أنه كاتب المقال يقصد قلمي آني. عبد الجبار وأنا ها؟ كان الكاركتير عبد الجبار محسن ما مكتوب على القلم. أنا عبد الجبار لم أرى هذا، وهذا مكتوب على القلم عبد الجبار محسن وجواد الرغام. أنا لست مسؤول بالمرة عما جرى للأسف الشديد لضرغام، بل كنت قد توسطت عند الرئيس لغرض إخراجه هو والمرحوم عزيز سيد جاسم، وقد زارني في البيت شقيق عزيز الدكتور محسن الموسوي مع محمد البكاء، وطلبوا إلي أن أبذل جهدي، وبذلت هذا الجهد مع آخرين أعتقد أن منهم الأستاذ حميد سعيد. تكلمت مع الرئيس وقلت له هؤلاء إعلاميون ومن حق الإعلامي أن يشطح. قال لي ليست المسألة مسألة إعلام، وهذا أمر أنت لا تعرف عنه شيئا. وبعد حين سمعت أنه قد أرسل الإخبار إلى عدد من الإعلاميين، وكان هنالك يبدو أن ضرغام متهم بالانتماء إلى أحد الأحزاب الممنوعة ولا علاقة له بما كتب. وبالمناسبة فالرد بدل بيني وبين ضرغام استطرق عمودين فقط، وكان النقاش كله حول موضوعة الديمقراطية ولم يتجاوز إلى أي موضوع آخر. أما إذا كان ضرغام قد كتب عن أن منهج المقالات خطأ اللي كتبت ضد سكان الجنوب، فهذا ما لم أقرأه أنا. لا هو كتب مؤكد كتب مقال بهذا الاتجاه، لكن أنا لم أرد عليه، موجودة جريدة. المهم عزيز سيد جاسم أيضا وهو مفكر كبير وكاتب كبير غيب في هذه الفترة، وحين غيب عزيز أعتقد كنت سكرتيرا صحفيا تصدق نفسي كنت سكرتيرا لا هو غيب في أبريل في المعارك إيه بعد لا بعدها بعدها ما أعرف في نيسان لا أحد يعرف متى غيب، بس هو ألقي القبض عليه. المهم كنت في حينها أو بعدها بقليل كنت سكرتيرا صحفيا صدام حسين، يعني هذه القضية أخذت حقها من البحث عن عزيز، قضية عزيز أخذت حقها من النقاش. ثم باعتقادك ما هو سبب يعني تغييب شخص كبير وعقل كبير وقلم كبير كعزيز سيد جاسم؟ لم تتخذ قضية عزيز سيد جاسم أي مجال للنقاش باستثناء رجاء قدمناه أنا وبعض الأخوان أنه هو كاتب، ووجوده في منطقة معينة في أثناء الصدامات اللي صارت لا يعني أنه مشارك فيها، ولكن هذا لم ينفع طبعا، لأن القرار بحقه يتخذ من جهات أمنية ومن الرئيس خصوصا، فلا علاقة للإعلام به، ولا تتخذ الجهات الأمنية إجراء ضده أحد الإعلاميين عندما يريدون الإعلاميين ذلك، ولا تعفو عنه عندما يريد الإعلاميون أن يعفو عنه. هذه حقيقة. عزيز سيد جاسم التاريخ النفور بينه وبين الرئيس صدام حسين طويل. نفور؟ نعم. يرجع إلى أيام عبد الخالق السامراء. عبد الخالق سيد جاسم كان قد تبني من قبل عبد الخالق السامراء يوم كان مسؤولا للثقافة لمكتب الثقافة والإعلام، وطلب أن يفسح له المجال للكتابة في جريدة الثور، وبدأ يكتب، ورفضت الكثير من كتاباته من قبل أحمد حسن البكر ومن قبل صدام حسين، ولم يجدوا فيها ما يريحهم. وفيما بعد إخفاء البكر واستلام صدام حسين للسلطة المطلقة لم يشع عزيز السيد جاسم أن يكون مع المؤيدين لصدام حسين،
بل ظل مستقلا يكتب بما يعتقد أنه صحيح، وفي كثير من الأحيان يكتب كتابات لا تمس الواقع الراهن وإنما مبادئ سياسية عامة أو أفكار عامة تمس الواقع بصورة غير مباشرة، تحوم حول الواقع، تحوم حول الواقع ولا تدخل به مباشرة. فكانت فرصة يبدو للانتقام من هذا الرجل، لأن هو ظل متمسكا بقضية عبد الخالق السامرائي وظل متعاليا على التعاون مع الوضع الجديد الذي تلا ما سمي بمؤامرة 69. لكنه هو وصل إلى عضو مكتب ثقافة وإعلام، لم يصل العزيز السيد جاسم إلى مكتب ثقافة وإعلام ولا إلى أي موقع حزبي، كان يكتب فقط. بعد هذه يعني بعد الحرب عينت سكرتيرا صحفيا لمدة سنتين، هل وكنت قريبا من صدام حسين، هل لمست أن صدام حسين يحاول أن يغير منهج؟ هل كانت هناك فرصة لإنقاذ العراق من خلال قراءتك لأفكار صدام وسلوكه؟ والله هذه هي فرصة التحول، دعني أسميها من الأمل إلى اليأس، كانت الفرصة بين بين. يعني حتى في الكويت كنا نأمل بأن يتغير المنهج وأن يستفاد من التجربة، وقد قال بلساني في خطاب رسمي متلفز ومدع أنه هنالك أخطاء وستتغير الأمور، لكن ما حدث كان مأساويا. في زمن الحصار يطمح الناس أن يسمعوا من رئيس الدولة كلاما حول الحصار، حول المعاناة اللي يعانوها، حول الجوع، حول العلاقات مع الغرب، مع أمريكا بالذات، حول العلاقات العراقية العربية، حول لم يجدوا ما يسمعونه سوى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكأن الرجل بات يعيش في زمن آخر، أو كأنه أصبح درويشا من الدراويش، لا يهمه ما يجري في العالم، إنه حسبه أن يستذكر الله وكفى ذلك. هذا الوضع الحقيقة جعل مسيرة الجيش والدولة آخذة نحو الانهيار. في الأيام الأخيرة للحرب، العفو للحصار قبيل الحرب، تفسخ الجيش العراقي بشكل نهائي، ولم يعد جيشا قادرا على القتال. ليكن 30 فرقة لكنها لم تكن توازي في قوتها القتالية فرقتين. جنود يدفعون الرشوة وفساد وأرزاق تؤكل، وجنود بلا ملابس عرايا حتى ولا حتى أحذية، والتدريب مفقود والسيطرة والقيادة مفقودة. هل قرأت هل كان صدام حسين يعرض عليك أدعيته التي كان يكتبها؟ أدعية؟ كان يكتب أدعية؟ كلا، ليست أدعية، أدعية أدعية بمعنى كلا، كانت خطاباته. لا لا لا، اللهم أنر قلوبنا وذلنا على ما يعني هذه تعرض علينا للتدقيق اللغوي فقط، ليس كان هو الذي يكتبها؟ هو الذي يكتبها. يعني كيف من الجانب السيكولوجي باعتقادك، يعني عندما يعني حتى الروايات اللي كتبها عندما ينحى منحا دينيا ويتحول إلى من كاتب خطابات سياسية إلى كاتب أدعية، كيف تقرأ ذلك باعتبارك قريبا منه؟ عندما لا يكون الإنسان متدينا في الأساس ومؤمنا بالحق ويجأ إلى الدين، فهو كالذين يقتدي لبوس ليس على مقاساته، يذكر الله عند الشدة كما نقول، أو كالغريق الذي يتمسك بقشة في سبيل الإنقاذ. يبدو أن الرجل كان يدرك أن عليه المضي قدما، ولكن كان يشك أيضا في إمكانية الوصول، فإن لم يستطع الحياة بطلا فليمت شهيدا، وهذا ما كان يتمنى. باعتقادك لماذا اختارك سكرتيرا صحفيا له بعيد الحرب؟ هنالك كان مجموعة من الأسماء معروضة. لماذا اختارني سكرتيرا؟ من هاي الأسماء؟ من هي؟ لا أذكر، بس قيل لي أن هناك مجموعة من الأسماء
وحتى أن لطيف نصير جاسم قد اعترض على تسميته. اختارني سكرتيرا صحفيا لأنه خلال الحرب عندما دعيت لأن أعود ناطقا عسكريا في القيادة العامة لبيت الدعوة، ولأنه عندما ضرب مقر القيادة العامة لأربع مرات متتالية وكنت أنا داخل هذا المقر، وعندما حاول الكثير من حتى العسكريين التنصل عن المسؤولية بقيت واقفا أنا كما ينبغي للرجل أن يقف. ليس الرجل من يكون شجاعا في الإعلام وجبانا في ساحة النزال. هذا الموقف الحقيقة أثر كثيرا في موقف الرئيس صدام حسين مني، وهبني ثلاثة أنواط شجاعة. وعندما شغر منصب السكرتير الصحفي ورشح لطيف من رشح ورشحت أنا ضمن المرشحين اختارني. من رشح أنا؟ لطيف عرض مجموعة من الأسماء من ضمنهم أنا، ولكن عندما تم اختياري قال لي أرشد بالحرف الواحد المرافق الأقدم محسن، ما فهمت من أرشد إن هذا لا يستحق. طيب، كنت يعني على مقربة من صدام حسين في اجتماعاته وفي لقاءاته، ويقال أنك قدمت له طلبا على سيارة أو شيء من هذا القبيل، فأمر بإعطائك هذه السيارة، وبنفس الأمر يحال على المنظمات الشعبية. كلا، لم يحدث هذا. أنا فوجئت أنه في اليوم اللي كانت تقصف فيه الصواريخ الأمريكية مبنى جهاز المخابرات، هاي 93، كنت خارج الدائرة وكانت تستهدف القصر، فعدت فورا إلى الدائرة، كانت منطقة القصر مستهدفة، ومع ذلك رجعت ووقدت حتى العضوية وبدأنا العمل لرخ الأخبار. وجاءني كتاب فيه إحصائي، لم أطلب سيارة، إنما حدث صدام بيني وبين صدام كامل، وشكلت لجنة تحقيقية من صدام نفسه ومن عبد الحمود، وحدث أن الأستاذ وزير الإعلام حامد حمادي أن كتب علي تقريرين في يوم واحد، وحدث خلاف مع أشخاص آخرين حول كيفية استلام هدايا من يهدي إلى الرئيس وكيفية التعويض أو رد الجميل عن هذه الهدايا. وتصور ربما عبد الحمود أنني أو حامد حمادي وكليهما أنني يمكن أن أكون منافسا لأي منهما، فبدأوا علي بالشغب المريح، وهذا ما يحدث للأسف عادة بين أوساط الكثير ممن يتبوؤون المراكز في إدارات العراق. هل كان صدام يتأثر بالتقارير؟ يصمد أمامها ولكن لحين، ولكن كما يقول المثل الشعبي كثر الدقاق يفك اللحم. أخيرا حتى لو لم يكن مقتنعا، يعني مخبصين يوم يجعني تقرير على فلان يوم يجعني روح فلان صراحة بالتقارير. هل كان عبد الحمود يحجب عن صدام معلومات أو يحجبكم عن صدام وأنتم؟ كان عبد الحمود يحجب كل الناس عن صدام حسين في الفترة لم يكن ليتيح المجال لأحد أن يصل إلى صدام حسين بمقابلة أو بطلب إلا إذا كان يتعاطف معه شخصيا أو يرضيه أو فيه مصلحة له، وقد كانت هذه الحقيقة من أحد الأسباب التداعي النظام، أن صدام حسين عزل تماما عمن كانوا يقولون له بعض الحقائق عن الحياة الاجتماعية والحياة السياسية في العراق. كان يتعالى حتى على الوزراء وأعضاء القيادة، أو كما يقول الناس كان يحكم بالفعل، وهو رجل أمي فيما تعرفه.
حين كنت سكرتيرا صحفيا للرئيس بدأت إمبراطورية عليا الإعلامية بالظهور، فهل حدث احتكاك بين المكتب الصحفي للرئيس وبين إمبراطورية عليا؟ لم يحدث مثل هذا الاحتكاك بالمرة، لأنه لم يكن لنا شأن ومحظور علينا بالطبع أن نتعرض لما يكتب في جريدة بابل ولما يذاع في إذاعة وتلفزيون الشباب، لا أنا وللأمانة ولا وزير الثقافة ولا بأمر من صدام؟ ليس أمرا تحريريا بالإيحاء بالتلميذ بالمعرفة أن عدي يرتبط بوالده بالرئيس، وما من أحد يأمر على عدي صدام حسين عدا والده. إذن كيف تجرأ عبد الغني عبد الغفور أن يغلق بابل بأمر من الرئيس؟ نعم، حينها كنت سكرتيرا صحفيا؟ كلا. إذن كان عدي خط أحمر بالنسبة لكم؟ بالنسبة لنا وبالنسبة لوزارة الإعلام وحتى بالنسبة للمخابرات، فلم ينشر مقالة يتهم جهاز المخابرات بالسرقة، بسرقة السجائر في الطريق. أي نعم أتذكر هذا. ورد عليه جهاز المخابرات وأمر أن ينشر الرد من قبل والدي. أمر أن ينشر في بابل. نعم. إلى هنا في يعني إلى هذه المحطة الأخيرة وهي إمبراطورية عدي تنتهي هذه الحلقة، على أمل أن نتواصل في حلقة أخرى. مشاهدينا الكرام، ما زال حديثنا متواصل مع الأستاذ عبد الجبار محسن، نأمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى وفي موضوع مكمل لهذه الموضوعات. شكرا لكم.